نجم احمد عز رضا بتهتم جدا بمستوى الابهار ومعايير الابهار في السينما. مستوى جديد لفكره الابهار وفكره اللي هيتوقعه المشاهد بعد كده بكم الاكشن وكم الانتاج والمستوى المبهر اللي شفناه برايك؟ ارجع لسؤال حضرتك، هو دايما انت كل فيلم بتعمله بتبقى عايز تعمل اعلى من اللي عملته قبل كده، وخصوصا انه انا ببص لورا دلوقتي بلاقي ان انا اول بطوله عملتها كان سنه 2003، فببص ان انت واحس ان انا لسه ما عملتش حاجه. ملك اسكندريه. فبحس ان انا عايز اعمل اكتر من كده. طبعا المستوى بيعلى كل فيلم، طبعا الكومبيتيشن بتبقى صعبه لان الجمهور دلوقتي بقى بيتفرج على الافلام من على السوشيال ميديا، من على التليفونات وبتاع، فتوقعه بيبقى يزيد. اللي بيهمني في الاول دايما هو وجود الورق الكويس، وجود المخرج ده بيطمني. فلما الاقي ورق كاتبه صلاح الجهيني ولاقي مخرج كبير زي الاستاذ طارق العريان، انا ببقى مطمن وانا شغال خلاص، انا عارف ان انا اوريدي في حته ثانيه. فده بيطمني. اتمنى ان انا اعمل كده في كل افلامي، اتمنى دايما اكون عند حسن ظن الناس. وباكد على حاجه مهمه جدا، العمل الفني هو عمل جماعي، ولاد رزق نجاحه ابطاله كلهم، ان هم احنا كلنا حابين العالم ده، كلنا حابين نشتغل مع بعض. من اروع اللوكيشنات اللي اشتغلنا فيها مع بعض بحلاوتها بمرها كريم. فانا سعيد جدا بالتعامل معاهم كلهم الحقيقه، ونتمنى نعمل الرابع والخامس والسادس ان شاء الله. وبشكركم مره ثانيه.